خان الخليلي فيلم بعده محفوظ لليوم بذاكرة المشاهد العربي، ويعتبر أحد أهم كلاسيكيات السينما العربية. والسبب الرئيسي بيعود إلى أنه هالفيلم مأخوذ عن رواية خان الخليلي لنجيب محفوظ، وهي رواية كتبها محفوظ ببداياته وأنبأت بكاتب كبير واعتبرت فيما بعد أحد أهم أعماله. خان الخليلي هي القصة الثالثة لمحفوظ، صدرت هالقصة بالعام 1942، وهي منتزعة من صميم البيئة المصرية. يا أخينا اعمل معروف، الطيارات تسمعنا. سقطت قنبلة بجوار المهد، فأقسم والدك ألا يبيت ليلة أخرى في المنزل، فتركنا السكاكين ومنزلنا الحبيب بما فيه من ذكريات الصبا والشباب والكهولة. ألا تعلم يا أخي؟ أحمد عاكف موظف بالأربعينات من عمره أعزب، بينتقل هو وعائلته من مسكنه القديم بحي السكاكيني إلى منزل جديد بخان الخليلي، هربا من الغارة الألمانية يلي هزت حي السكاكيني. أحمد يلي اضطر قطع دراسته لإعالة أسرته ولحتى يكمل خيو رشدي دراسته، طوى أحلامه، ما عاد فكر بالزواج ولا بالحب أو بالشهادة العالية، فانطوى على نفسه. ولكن بالرغم من هالشي بيهتف قلبه لجارتهم الجديدة نوال، إلى أن يحصل ما كان غير متوقع لما بيظهر منافس قوي لأحمد على حبه لنوال، وهو خيو رشدي عاكف يلي نقل من فرع بنك مصر بأسيوط إلى المركز الرئيسي بالقاهرة. رشدي شاب مغامر مستهتر، ما بيعرف التردد ولا الحذر، هو الوجه المقابل لصورة خيو. الرواية بتوصل إلى ذروتها بإصابة رشدي بمرض السل، بتسوء حالته، بتهجر الفتاة يلي أحبها، وبيموت بالنهاية تارك الجميع بمأساة عظيمة. هالرواية يلي تحولت بالعام 1967 إلى فيلم سينمائي من بطولة تيمات حمدي، إخراج عاطف سالم، سيناريو وحوار محمد مصطفى، قدمت وصف دقيق لخان الخليلي، المكان يلي بيعرفه جيدا محفوظ بما أنه كان من رواد مقهى الفيشاوي الموجود بحي خان الخليلي. مع أنه حبكة هالرواية منا تقليدية، ولكن هالرواية شكلت بوقتها نقلة أدبية بعالم محفوظ الروائي وبعالم الرواية المصرية، وأحدثت هالرواية بوقتها ضجة نقدية كتير كبيرة. والتانية بسم الله، والتالتة بسم الله. أنا تعبتك معاها يا أحمد. سيبك من تعبي، المهم تلتفت أنت بقى لصحتك يا رشدي. خلاص أنا هغير كل حياتي، هتجوز، أنا بحبها يا أحمد، بحبها. اسمع يا أحمد، تروح تخطبها
خالي. أنا أظن يستحسن يروح أبوك. أنت متردد ليه؟ هي الجوازة مش عاجبك؟ لا أبدا، بس كنت عايزك تتأكد من شعورك. بقولك بحبها. جرى إيه يا أحمد؟ أنت عمرك ما حبيت يا أخي. لا أنا بس كنت عايز أقول يعني إننا لو خطبناها ورجعنا في كلامنا هتبقى فضيحة للبنت. نعم مريم، قلت بأنه الحبكة منا تقليدية، بالرغم من هالشي شكلت الرواية نقلة بعالم نجيب محفوظ الأدب، شو السبب؟ هي جوال الحبكة تقليدية، ومثل ما قلتي هالرواية شكلت نقلة بعالم نجيب محفوظ الأدبي، لأنه مع بدأ خط محفوظ الروائي الواقعي يلي حافظ عليه فيما بعد بمعظم مسيرته الأدبية. بهالرواية ما غير محفوظ الفكرة الرئيسية بمشروعه الأدبي وهو كتابة التاريخ المصري، ولكن غير الفترة الزمنية، قرر كتابة التاريخ المعاصر روائيا، وكان طبيعي انه يختار المدينة يلي بيعرفها وهي مدينة القاهرة، والمكان يلي بيعيش فيه الحارة والطبقة المتوسطة يلي بينتمي إلها. اكثر من هيك، ما كانت رواية خان الخليلي بس نقطة فاصلة بأدب نجيب محفوظ من حيث الفترة الزمنية يلي بتدور فيها هالرواية، ولكن كمان من حيث الأسلوب والاتجاه الأدبي أيضا. تحليله لشخصيات الطبقة الوسطى كان تحليل دقيق وواقعي، ومع هالرواية بدأ نجيب محفوظ بإدمانه على ملاحقة النماذج العادية من البشر، مثل شخصية أحمد يلي شفناها ببطل يلي هو بطل رواية خان الخليلي. أحمد رجل عادي منشوفه، ولكن بالحقيقة هو صاحب شخصية مركبة وعنده كتير إشياء لحتى قلنا إياها نحن كمشاهدين. مريم، ليش ما كتب نجيب محفوظ سيناريو هالرواية، مع أنه نحن بنعرف أنه ببداية تعليقته مع السينما كانت بكتابة سيناريوهات لروايات مأخوذة عن غيره من الأدباء؟ صحيح 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 بيارات. نجيب محفوظ عمل بالسينما بشكل منفصل تماما عن أعماله الأدبية ككاتب سيناريو. بالعام 1948 بدأت علاقة محفوظ مع السينما بكتابة السيناريو. كتب بالإجمال سيناريو 18 فيلم لقصص مش مقتبسين عن روايته. بالعام 1960، أي بعد 12 عام، انتبهت السينما إلى أعماله الروائية وتم تحويلها لأفلام، وكانت البداية مع فيلم بداية ونهاية. ولا وحدة من هالروايات كتب لها محفوظ السيناريو، لأنه كان معروف بأنه نجيب محفوظ ما بيكتب سيناريوهات رواياته. رفض الأديب الكبير نجيب محفوظ أنه يكتب سيناريو لأي رواية نشرها، وعلل هالشي هو بنفسه على أنه في مسافة بين ما بيكتبه للأدب وما بيقدمه للسينما، فكان من الضروري أنه يحافظ على هالمسافة، وافتكر معه حق كان على صواب. نعم. نحن رح نختم بمشهد مريم ونرجع نشوفكم تاني. صح. باي باي. صايم وصلي على النبي.
بدنا نرجع للأدب وضيفتنا لليوم ضحى الأسعد مديرة مركز بيت اللغة. أهلا وسهلا فيك يا ضحى. هذه منا أول مرة بتكون ضيفتنا لليوم. صح. حكينا قبل عن الموقع الإلكتروني اللي كتير بقرب اللغة العربية من الأطفال والطلاب، ونلت جائزة مؤخرا تقريبا من حوالي 3 أسابيع، جائزة حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مبروك الجائزة. شكرا. مرسي. شكرا لك. شو تفاصيلها وكيف لحتى اختاروك؟ هو لانه نحن كنا عم نقدم على جائزه اللغه العربيه، وبتعرفي عم يشجعوا هلا كثير انه يحيوا اللغه العربيه من جديد، لانه للاسف اصبحت نظره تجاه اللغه العربيه شوي مهمشه، فصاروا عم يحيوها اكثر وعم يعتنوا فيها. فنحن كون عملنا بمركز بيت اللغه بيشجع انه ندافع عن اللغه العربيه ونقدمها بقالب جديد، فقدمنا على هالجائزه هيدي والحمد لله ربحنا كمان. الجائزه هي عن موقع اصحابنا يلي هي يمكن بتقرب الأطفال، خصيصة الأطفال أكثر، إلى اللغة العربية. يعني اللي بفوت على الموقع بشوف الألوان، الشخصيات يلي منقينا، حطينا بالتفاصيل أكثر ضحى. بالفعل موقع أصحابنا هو موقع من الصف الأساسي الأول إلى السادس، وهالموقع حصد جوائز كثيرة كمان غير آخر جائزة أخذناها، وعم ينتشر هلا حاليا بالمدارس اللبنانية والعربية وحتى وصل للمدارس العالمية بعض الأحيان، لأنه في عنا موقع لغير الناطقين باللغة العربية، فمنشجعهم أكثر يتعلموا اللغة العربية بقالب جديد وجميل جدا. لأي بلدان وصل يعني؟ في وصل بأمريكا، وصل بأستراليا كمان. عم بيكون عليه إقبال، عم بيكون في إقبال على اللغة العربية. كثير بتعرفي في كثير عم يحبوا يتعلموا هاللغة هيدي، للأسف بعكس ما نحن ما بنحب نتعلمها. مظبوط. نحن بنعتبرها يمكن لغة للأسف ما كثير بنرغبها، بس عند الأجانب هي يعني لغة. هلا بنشوف كثير أولاد ما بيعرفوا يحكوا عربي للأسف، يعني اللبناني ما بيعرف يحكوا عربي. بالفعل، وحتى عم يتباهوا إنه هن ما بيعرفوا يحكوا عربي، بيقولوا أنا ابني ديسبانسي من اللغة العربية، فكأنه في فخر. نحن دائما بنركز إنه اللغة العربية مثل أي لغة أخرى، يعني مثل الإسبانية مثل الفرنسية مثل الإنجليزية، حلو واحد يتعلمها ويفوت بدهاليزها أكثر وأكثر. فلذلك نحن تعمقنا فيها أكثر بمركز بيت اللغة، وأيضا حتى توسعنا بنشاطاتنا وفتنا أكثر بالترجمة، ترجمة للغات من اللغات الأجنبية للعربية حد ذاتها. فانطلاقا من هون تدرج وكبر مركز بيت اللغة لحتى يغوص أكثر بموقع أصحابنا وينتشر للبلاد العربية أكثر. نعم. قولي لنا يعني كيف الولد يلي عمره، قلتي لنا تقريبا ببلش من عمر الـ5 سنين، كيف ممكن تقربي له اللغة العربية من خلال هالموقع؟ شو بيتعلم؟ بيتعلم كثير اشياء، بيتعلم منهج اللغة العربية حسب وزارة التربية، يعني نحن إذا رحنا مثلا على دبي أو الإمارات بنعتمد منهج وزارة التربية اللي معتمد بالإمارات، كذلك الأمر بلبنان أو أي بلد. يعني إذا بفوت على الويب سايت بحط أنا بأي بلد موجودة؟ لا، نحن بنفتح حسب لما نتفق مع وزارة التربية أو نتفق مع المدارس موجودة بالبلد، بنفتح لهم موقع مخصص لهم. ولكن لما يشوفوا اونلاين الموقع بيكون هو العادي يلي هو متبع حسب منهج وزاره التربيه بلبنان. ونحن اخذنا موافقه وزاره التربيه ومركز البحوث ايضا لحتى نكون يعني عم نشتغل بشكل رسمي بالمدارس. اوكي. وفي تفاعل بين الطالب وال بشكل كثير كبير، خاصه لما يعرفوا في امتحان او منافسه بالموضوع، في جائزه اخر السنه، فبيكون اقبال اكثر واوسع واشمل بهالحاله هي، ففي تنافس قوي، خاصه انه هن عم يتعلموا منهج اللغه العربيه وقواعد واملاء وفهم نص عبر الالعاب، عبر السوشيال ميديا. عم بحبوا شيء، عم شيء جديد، بتعرفي كل شيء جديد له صدى قوي كثير، فالتحدي بيصير انه نغير هذا الشيء جديد لما يصير بعدين رتيب أو إذا بدك تقليلي أو ملل فيه، مهمتنا أنه نحن نغيره للشيء أحدث وأحلى. طب الجائزة اللي حصلتوا عليها من أسابيع قليلة قديش بتدفعكم أنه تقدموا المزيد أو تطوروا كمان أو تحطوا إضافات أكثر بموقع أصحابنا؟ يمكن ما بعرف توصلوا لمراحل أكثر، أو مثلا قواعد اللغة العربية، مثلا إعراب، في اعراب على الموقع، حكينا اكثر بالتفاصيل. هلا اكيد نحن بالاول واجهنا شويه مشاكل باعتبار انه التكنولوجيا واللغه العربيه ما بيتوافقوا نوعا ما، يعني ما في كثير تناغم بهالموضوع هذا، خاصه من ناحيه الاعراب، من ناحيه تحريك الكلمات، تصريف الافعال، تقطيع العروض، كل هالامور هيدي واجهنا شويه مشاكل فيها، فكان اللجوء الى تمارين بسيطه جدا اللي هي
املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، يعني كل هالأمور الإي ليرنينج اللي بنسميها اللي بتسهل إيصال المعلومة بطريقة سهلة وجميلة جدا عند الطالب. فانطلعنا من هون وهلأ صرنا عم نتوسع بعد نيلنا للجائزة، والمشكورين طبعا فعلا لحكومة دبي اللي هي قدرت هذا الموضوع، انطلقنا أنه نتوسع أكثر من ناحية الصفوف الأكبر من هيك، يعني بعد صفوف الصف السادس عم نحكي أكثر. هدفنا الرئيسي كان أنه نركز على المرحلة الأساسية لحتى نزرع حب اللغة بهالعمر هيدا بالذات، لأنه تعرف هيدي المرحلة هي مرحلة كتير حساسة وبتأثر كتير التلميذ بالباس، هي بتكون يعني أساس يعني المعلومات اللي بتشربها بالفعل. أوكي، في تعاون بينكم وبين عدة مدارس بلبنان، كم مدرسة تقريبا صاروا؟ نحن طلقنا السنة الماضية أول سنة رسميا بالمدارس، فاشتغلنا مع 33 مدرسة لهلا، وهلا للسنة الجاية في إقبال أكثر، يعني عم يزيد العدد كتير خاصة بعد ما عرفوا فينا وعرفوا تجارب المدارس الأخرى. عم تكون مدارس رسمية أو مدارس خاصة؟ هي مدارس خاصة، ونحن ما عندنا مشكلة أبدا نتعاون مع مدارس رسمية، بالعكس يعني ما عندنا، ما من آمن إنه تلميذ المرحلة الخاصة هو أحسن مرحلة رسمية، كل المدارس وكل التلاميذ لهم حق يتعلموا بموقع أصحابهم. طيب بنشوف كثير مدارس هلا قد بترجع يمكن للتابلتس للأطفال يتعلموا أكثر، في أبليكيشن أصلا لهيدا؟ في أبليكيشن نقدر ننزلها على التابلت أو على التليفون؟ كمان هلا نزلنا الأبليكيشن الأندرويد، وهلا الابل رح تنزل مبدئيا بعد شي شهر ان شاء الله ماكسيموم، يعني عم نتوسع بتصير قريبه اكثر، لانه بنعرف يمكن باللغه العربيه تنقعد نطبع على الكمبيوتر شوي ثقيله، يمكن بالتليفون بتضل اسهل. هاينة تعودت. انا بحس على التليفون احيانا بكثير، حتى هلا عندنا كمان العاب بتشجع انه يطبعوا باللغه العربيه على الكمبيوتر، يعني خلص عم ندفشهم اكثر ليفوتوا بعالم اللغه العربيه ويغوصوا بهالعالم هيدا. طيب ضحى، شو هو الويب سايت اللي نحن بنقدر نفوت عليه؟ اسمه اصحابنا.com. اصحابنا.com. هلا اذا بنقدر نفوت عليه. انت كثير شاطره باللغه العربيه. لحظه، بالعربي او كيف بنكتبها؟ هلا هي فوق اصحابنا بالاحرف اللاتينيه الاجنبيه www.ashabuna.com. ASHABONA.com. اصحابنا. اوكي كنت عم تقولي انت كثير شاطره باللغه العربيه، من هيك يمكن قررت تاسيس هالموقع؟ انا بحب كثير اللغه العربيه، غير انها هي لغتنا، بس انا بالمدرسه كنت كثير اكتب خواطر اكثر، بس تخصصت بالجامعه باللغه الانجليزيه وتربيه الاطفال اكثر. عم شو باللغه العربيه بس ضلت هوايه، وهالهوايه كفت حلم، والحلم اصبح حقيقه وهو مركز بيت اللغه. كم استاذ لغه عربيه اصلا تعاونتوا تقدرتوا تقوموا بهذا العمل ضحى وتطلعوا بهالويب سايت؟ البدايه كانت مع 15 استاذ لغه عربيه، بس هلا بالنسبه لنا كل مدرسه بتشارك معنا، كل مدرسه بتفوت ضمن هذا الموقع، هي بنتكل على اراء ايضا الاساتذه، فبيصيروا من ضمن فريق العمل ايضا. طيب ضحى، نحن هلا فتنا على الويب سايت. نعم. اوكي، شو بنعمل هاي المرحله الاولى؟ لأي عمر؟ هلا أول شيء هذا نحن بننقي. هلا أول شيء طبعا في اختار الصف اللي بدك إياه، عادة لما نفوت على الموقع بيختاروا الصف اللي بدهم إياه، بس المدارس المشاركة معنا دغري بيفتح لهم الصف تبعهم لإلهم، فبهالحالة هاي بيفوتوا على المرحلة الأولى، بده يحلوا لما يكبسوا تحت على الزر الزاهر أو الأحمر بالمرحلة الأولى بيصيروا يحلوا تمرين قواعد وإملاء وفهم نص، لما يحلوا بينتقلوا للمرحلة الثانية. لحظة شوي هلا يعني نحن وصلنا بالمرحلة الثانية. هلا بعتقد انتم فتوا على الصف الاساسي الاول، فالتلميذ بده يحل اول فولدر، بعدين يجي ينتقل للثاني وينتقل للثالث، وهلا طبعا لانه انتم فتوا على اكتشف الموقع بيرجع بيقول لكم انه تسجل، فعاده بتصير عمليه انه بيحلوا هذه التمارين لينتقلوا للمرحله الثانيه، ولما ينتقلوا للمرحله الثانيه بيصيروا يحلوا منهج اللغه العربيه كامل عبر التفاعل والتنافس بين بعضهم، فهيك بتصير العملية تفاعلية بامتياز. أوكي، موضوع الترجمة كيف أدخلتوا موضوع الترجمة كمان من خلال هذا الموضوع؟ لا، هو فرع أو قسم مختص فينا نحن، في عنا العديد من المترجمين أيضا كمان. عم بتترجموا روايات، يعني مثلا روايات تنقول نحن بنعرفها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، هيك تفتحوا مجال أنه الأطفال يقروها باللغة العربية؟ بالفعل، وحتى كمان عم نترجم لمستوى عالي، يعني حتى اللي متعاونوا معنا بيشتغلوا بمنظمات عادة عالمية وتعاوننا معهم أيضا، فمنترجم أيضا الفرنسية من الفرنسية للعربية،
الإسبانية الإيطالية، فتوسعنا أكثر باللغات، فغصنا بعالم اللغة أكثر هلأ، فصار عم نهتم بهالموضوع أكثر وأكثر، غير اللغة العربية عم نترجم أيضا، وأيضا عم نوصل أيضا لحتى ندرب الأساتذة حسب مهارات القرن 21 بطريقة حديثة بالمدارس خاصة باللغة العربية. كيف يعني؟ يعني هلأ مثلا منفوت عند الأستاذ أو المدرسة ومندرب الأساتذة حتى يعتمدوا وسائل حديثة بالتعلم بالتعليم للأطفال، ونعطيهم أفكار جديدة من حيث قد بيتعاونوا معكم، خاصة يعني الأشخاص اللي جايين من المدرسة الكلاسيكية قديش بيتعاونوا وقديش بيتقبلوا فكرة أنه نتعلم لغة العربية من خلال موقع إلكتروني؟ الفكرة أول سنة كانت شوي خجولة على أنك بدك تقنع عيون أكثر للأساتذة، بس مع الوقت لانه صرنا هلا بقلب عم نعيش بقلب بركان ثائر اسمه التكنولوجيا، انا هي بسميها دائما، فصار لابد انه الاستاذ يتقبل هذه الفكره ويقتنع انه نحن ما عم نحل مكانه ابدا، نحن عم نحط ايدنا بايده لحتى نقدم مستوى جيد ومنتج جيد ومعلومه. هي بدي اسالك اياه، يعني الموقع ما بيجي محل للاستاذ، يعني ما بيلغي دوره للاستاذ ابدا، ولكن اذا كنت انا بالبيت مثلا عم بعطي ابني او بنتي اي ماده باللغه العربيه في استخدمه للموقع، لانه في ايضا اساتذه جوات الموقع عم يشرحوا، يعني مثل 1 تو 1 بشكل فردي بشكل تعليم خاص للتلميذ، يعني اذا انا اعتمدته بالبيت في انا عم بعلم كمان الاهالي عم يقلهم اكيد. فغير هيك غير بالمدرسه بيعطوهم فروض منزليه بالبيت بيستخدموه وبيتفاعلوا فيه بالصف، كمان ايضا مين ما كان بالعالم عشان هيك عم يشتركوا ايضا من العالم في يعتمد هذا الموقع ويتعلم لحاله، خاصه في منهج لغير الناطقين باللغه العربيه بضل في كتاب عم يلجأ له الطالب. وانا دائما بشجع انه يكون في الكتاب لانه كلنا تربينا على الكتب، وانا دائما بشجع انه التلميذ يستعمل حواسه ويستخدم الكتاب او يصفح الورقه. اكيد اكيد لازم مش بس نسمع صوته اكيد على التابلت نحن عم نتصفح بالفعل، فدائما لازم نشجع التلميذ انه هو يستفيد من كل الوسائل الموجوده من الورق او من الوسائل التكنولوجيه لحتى يتعلم اكثر واكثر، واللي عم يصير بالسوق هلا اللي عم نشوف المنتجات هائله، يعني بتحكي اكثر عن نفسها، اختراعاتها هائلة حول التكنولوجيا بخدمة التعليم وخاصة اللغة العربية. فعلا. طيب ممكن مؤسسات تربوية ما بعرف تاخد هالفكرة منكم، يعني طبعا مع حقوق وتطبقها بغير بلدان مع غير لغات، صار في حكي بهذا الموضوع؟ عم يصير في حكي، يعني دايما بيضل في تشاور وتبادل آراء وأفكار، وعم ننتقل للخطوة الثانية انه في بلد معين يتبنى هذا الموقع ويصير مثل فرانشايز لإلهم مع شخصياتهم، يعني اذا بدك فولكلورهم لإلهم لباسهم الخاص والرسمي، فبنعتمد وايضا نتناول ايضا منهجهم كوزارة التربية، فبنحطه بنعمله كاستمايز لإلهم اكثر، فطبعا بضل في هيك فكرة ويرتة اكيد. نعم. بس حتى هلا الموقع بيتغير بين لبنان والاردن قلتي او بين لبنان والامارات، يعني حسب ثقافة كل بلد وحسب القوانين يمكن أكيد التربوية. أكيد من كل بد، نحن دايما بنتعاون ونشوف منهج بشكل خاص وبنشتغل على أساسه، فطبعا بيصير في بيتغير منهج من كل بلد إلى آخر حسب وزارة التربية بهالموضوع. نعم. أوكي. نحن بنتشكرك ضحى الأسعد مديرة مركز بيت اللغة. أهلا وسهلا فيك معنا بسود أخبار الصباح، ومبروك مرة جديدة الجائزة اللي انتوا بدبي من 3 أسابيع. أهلا فيك. رح نتوقف مع بريك وبنرجع نتابع أخبار الصباح بقسمه الأخير، تركوا معنا.